هذه المبادرة مبادرة طلابية سفراء فلسطين وغير فلسطين في جوجل في شركة جوجل وما أدراك ما جوجل ربما أكون أقلكم معرفة بهذه الشركة العملاقة نحن سعيدين جدا كجامعة بهذه المبادرة وهذه الفعالية الطلابية التي تعكس اهتماما من قبل الطلبة في آخر ما توصل له العصر من تطبيقات ونتمنى أن يكون الاهتمام ليس فقط في تطبيقات هذه الشركة العملاقة بل في الاستفادة من هذه التطبيقات من خلال التعلم ومن خلال المعرفة وللمعرفة ومن خلال التأثير أيضا نكون أكثر سعادة عندما يكون تطبيقا جديدا من أيدي فلسطينية فهذا شيء يسرنا جدا وهذا الاهتمام يسعدنا واضح جدا أن هذه التطبيقات سهلت الأمور كثيرا وخاصة في الوسط الأكاديمي وبشكل أخص في الجامعات